وخطفوها ليه؟ علشان كان معاها الكاميرا. الله، وغدا اتخطفت والكاميرا معاه؟ لا، الكاميرا مش مع غادة. امال مع مين؟ مع القرموطي. تاني انا ما بقتش فاهم منك اي حاجة. اللي فاهمه ان احنا كمان ساعتين هنطلع على الهواء وهنذيع اللي على الكاميرا، والكاميرا مع فاروق. لا، الكاميرا مع القرموطي. والقرموطي خطف غادة. لا، اللي خطف غادة فاروق. المفروض ان في برنامج دلوقتي هتقدمه مريم على الهواء. انا مريم يا فندم اللي هتقدم البرنامج غادة. فخلاص برنامج ايه؟ ما عادش فيه برنامج. مش غادة اتخطفت؟ والقرموطي اللي انا ما اعرفوش راح لفاروق، وفاروق اللي انا ما اعرفوش عارف حاجة؟ وانا كمان زيه عايز اعرف حاجة واحدة بس، الكاميرا فين؟ الكاميرا في ايه يا بت؟ في ايه؟ هو الاستوديو بيلف بينا ولا ايه؟ لا يا فندم، حضرتك متهيأ لك انت اللي بتلف بالاستوديو مش هو. الحقيني يا غادة. لا يا فندم، انا مريم. هو ده وقته يا بت؟ الحقيني. اتفضل. هو فين بقى بيت منسي اللي معاه الكاميرا ده؟ ما هو يا عم انت هتسيح ليه بس؟ خلي بالكم، منسي ده ما بيتفهمش. انا بقولها لكم، رجالته كلهم معاهم اسلحه وما بيتفهموش، دول مجانين. طب يلا ماشي يا عمنا، تعالي. جبت شنطه؟ شنطه تحت في العربيه. طب انزل هاتها بسرعه. ماشي. عم منسي هنا. معلم منسي. اتفضل يا فندية. خير يا قرموط؟ اهو ده المعلم منسي، ده بتاع الكاميرا، اتصرفوا معايا بقى. اتصرفوا مع مين يا قرموطي؟ ومين الناس الهاء اللي انت جايبهم دول؟ هاء؟ لا عيب اللي بتقوله ده يا معلم منسي، الناس ديت ناس كبارة وقادرة وممكن يفرموك، ولا حطوا منهم كاميرا ولا حطوا فلوس. معلش احنا بنتكلم. يفرموا مين يا قرموطي؟ يفرموك انت. انت مش عارف انت بتتكلم مع مين؟ عارف. طب وحق لا اله الا الله؟ ما حد خارج من هنا لما اخد الكاميرا والفلوس. شفت بقى اهو، على كده طول النهار ممشيها بلطجه، لا تعرف تاخد منه حق ولا تاخد منه باطل. اهو عايز اخد الكاميرا وكمان عايز اخد الفلوس. الله. طب واحنا مالنا وماله؟ احنا مالناش دعوه بيك يا عم. احنا جبنا لك 300,000 جنيه ثمن الكاميرا. قول له بقى، قول له خليه يجيبها لنا. 300 ايه؟ 300,000 جنيه قرموطي؟ بعت الكاميرا ب 300,000 جنيه قرموطي وجاي تشكل عليا؟ لا لا، شكلكم انتوا الاثنين اللي طبخينها مع بعض وجايين تشكلوا علينا. انا عايز الكاميرا. وانا كمان عايز الكاميرا. لا انا اسف، ده شغل عيال مع بعضيكوا كده يا جماعه. واحد فيكم لازم يتنازل عن التاني عن الكاميرا عشان انتوا الاثنين شطانين. مش هينفع، انا اسف ان انا حطيت ايدي معاكوا. واحنا مش هنخرج من هنا غير والكاميرا معانا. ويا قاتل يا مقتول. الله 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 الله، لا كده الموضوع هيكبر مننا كلنا يا فنديه. انتوا هتشبطوا في بعض ولا ايه؟ لا اتصرفوا، كل واحد فيكم بقى يتصرف مع التاني في الكاميرا. وادي قاعده يا عم. بقول لك ايه، سيبك من الغغا اللي انت عاملها دي، ناخد الكاميرا ونمشي من سوكيت. ماشي يا نانسي. نانسي بتقول للمعلم منسي يا نانسي؟ ده الذكر المهيمن في المنطقة. هزقك يا عم نانسي. وهزقني يا عم قرموطي؟ وعهد الله، وعهد الله. لا اقعدوا ريحوا عشان ده بياخد وقت كتير في الحلفان. وعهد الله. كده خلص لو عايزين تخلصوا. وعهد الله ما حد خارج من هنا لما اخد الكاميرا والفلوس. لا 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 لا، ايه اللي بتعملوه ده يا فندية؟ كده غلط، السلاح يطول. حد فيكم شد ايده على الزناد يحصل طلقه كده ولا كده؟ ده ممكن تحصل مذبحه، فنصلي على النبي. يا الله، بجد ايه ولا ايه؟ يا خبر اسود الطيب، يا رب استر يا رب. اوعى رصاصه تيجي فيا، اوعى رصاصه تيجي في ارضك. الله يسهلك. يخرب بيت سألت امك الشنطه، هم سكتوا ليه؟ يا رب يكونوا ماتوا كلهم. عشان تعرف يا منسي ان قرمط لحم مر. ايوه يا رايد باشا.
انا رصدت لك مكالمتين للقرموطي بيتكلموا عن واحده مخطوفه في مخزن في المالوطيه. تمام تمام. لا هو حاليا في بيته في سقار. ابعت لي بقى عنوان بيته وعنوان المخزن على الواتساب. مع السلامه. عندك يا قرموطي ده مسدس على فكره. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده سعاده الباشا انت عرفت طريقي منين؟ ابوس ايديك اهدى عليا سعاده. اذا كان على عربيتك اقسم بالله العلي العظيم انا هصلح حالك. انا لسه خارج من مسبحه من عند منسي وفي ناس مخطوفه دلوقتي العصابه هتقتلهم وهتشوف ايام سوده. سيبنا الحقهم. ابوس ايديك يا باشا. وايه الشنطه دي؟ الشنطه دي فيها الفلوس اللي هي بتاعت الكاميرا اللي هي عليها الجريمه. جريمه ايه؟ لا ده موضوع كبير قوي. بص يا سعاده الباشا في تليفون هنا حضرتك بالطريق كده. انا عايز النمره ديت تعرف لي مكانها فين عشان نلاقي المكان ده اللي مخطوفه فيه غدا وعمر. وما تسالنيش بقى مين غدا وعمر لا تكون العصابه قتلتهم. مين غدا وعمر؟ لا زمانها قتلتهم دلوقتي. ساتر عميد اسفل ازعاج يا فندم. معاك المقدم رائد. هو في بس سعادتك طفل مخطوف في مخزن الاشموني في الماروتيه. ما انا بتحرك بسرعه يا فندم. أوامر سعادتك. أوامر سعادتك يا فندم. الحمد لله على السلامة يا غادة. قلقتينا عليك. غادة الحمد لله على السلامة. هربتي ازاي؟ يلا يا جماعة شوية الرق. يلا يا جماعة غادة الكاميرا فين؟ الكاميرا مش معايا. الحمد لله. يعني ايه؟ يعني ايه مش معاك؟ مش انت اللي يهمك ان الحلقه تطلع على الهوا؟ انا جاهزه. جاهزه؟ انا مش جاهز. تطلع على الهوا تقول ايه؟ هنتكلم عن الناس من غير دليل. الكاميرا فين؟ هو ده المكان اللي قرموطي؟ متهيألي احنا مش عدينا اربع مطبات. هو متهيألي بعد اربع مطبات متهيألي هو ده المكان. اديني معلومه مؤكده. معلومه متهيألي هو ان شاء الله. هو ها؟ ايوه. استعن على الشباب ده. انت بتعمل ايه؟ مش ده الاقتحام اللي بيقلعوا له؟ سيبني اتصرف يا قرموطي. يعني اهلا تطني لابس عادي. ايوه سيبني. ايه في حاجه